تعتبر شركة الحداد من كبرى الشركات في الإمارات لأعمال وتدعيم الخرسانة، حيث اكتسبت الشركة خبراتها من خلال عملها وتعاونها مع عددا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى امتلاكها العقول المفكرة والأيدي الماهرة من المهندسين والعمال بشكل عام. حضرة المهندس، ما هي الأعمال التي تقوم بتنفيذها داخل هذه المنشأة وما هو دوركم بالتحديد؟ المنشأة اللي احنا شغالين عليه دوت هو منشأ تدعيم لخرسانة، تمام، للسلابات وللبيمز وللأعمدة، تمام. احنا دلوقتي بنقوم بتدعيم الأعمدة، تمام، والسلابات زي ما حضرتكم شايفين. احنا بنعمل، خدت بالك، خطوات مهمة جدا لتدعيم الأعمدة وتدعيم الأسقف عشان المبنى يقدر او المنشأ يقدر يتحمل، خدت بالك، ويقعد فترة اطول من 10 سنين كمان. هي دي ده الهدف، ان احنا بندعم الخرسانة بدل ما المنشأ يتزال خالص، تمام، لا احنا بنعمل له تدعيم بحيث ان هو يقدر فترة من 10-15 سنة، الفترة دي يقدر يشتغل عادي، ما فيش اي مشكلة خالص عندنا. وطبعا ده طبعا بيتعمل ليه ديزاين وبيتعمل ليه بروبوزل مهم جدا طبعا عشان نقدر نشوف المنشأ ده محتاج قد ايه بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا هنا السلابة اللي موجودة، تمام، بنزودها بطريقة علمية حديثة بسلابة تانية، بس بتعمل لها مواد تزريع وتعمل لها حديد معين على حسب الديزاين اللي احنا بنشتغل عليه. واحنا طبعا احنا اللي بنعمل الديزاين، واحنا اللي بنقدم للبلدية، احنا يعني واخدين الموضوع شامل كامل بحيث ان المنشأ يطلع سليم 100% مفيهوش اي مشكلة. تقوم أعمال هذه الشركة بتقييم حالة المنشأة والأماكن المتضررة بها، وتقوم بمعالجتها وفق أفضل الطرق والتقنيات وأحدث المواد المتوفرة في العالم، إضافة إلى معالجة الأعمدة والأسقف التي يمكن أن يلاحظ عليها أي تعديلات لضمان إطالة عمر وصلاحية المنشأة على الأقل من 10-15 سنة جديدة، إضافة للعمر الحقيقي لها، كبديل عن إزالة هذه المنشأة وفق خطوات تعقب التنفيذ من تصاميم ومعاينة ووضع مخططات تسبق عملية البدء بالتدعيم والصيانة. أنا مهندس محمد كامل، من المهندس التصميم الإنشائي في شركة الحداد. دوري هنا ان انا بس بطلع او بستنتج اللي هي القطع، سماكة القطاعات الخرسانة الموجودة في البلاطات والأعمدة، او سواء الريبات او الرابنج اللي انا هستخدمه، عدد اللفات بتاعت الفايبر كاربون، كل التفاصيل دي كلها. قبل ما ابدا في شغل التصميم او قبل ما ابدا اعمل ديزاين لاي منشأ معين او ري اناليسز لاي منشأ، اول حاجة بعرف الحالة الكرنت سيتويشن للمنشأ، الخرسانة بتاعتها عاملة ازاي، السترينتنج بتاعها، مقاومتها ازاي، الحديد بتاعي اخباره، مصدي مش مصدي، وضع المنشأ بشكل عام، الاحمال اللي اتصممت عليها المنشأ ده، وعلى اساسه بعمل ريديزاين للمنشأ وبشوف القطاعات الجديدة بتاعي وانا بصمم عليها اصلا، وبقول انه القطاع كل عمود او ايه هي الاعمدة اللي محتاجة تدعيم وايه هي الاعمدة اللي مش محتاجة، او البلاطات اللي فيها مشاكل ومحتاجين ندعمها، او الكمرات، او نفس الكلام في كل الوضع بالنسبة للمنشأ. عامة زي ما الباشمهندس عبد الحميد قال، بنستخدم الجاكيتنج والريبيرنج والسترينثنج والريفوت عشان لو منشأ مثلا عايزين نطول العمر الافتراضي بتاعه، او منشأ عايزين حصل فيه حريق او كارثة عامة يعني، والمنشأ واقف بس فيه مشاكل، فبنعمل زي نتحقق تشيك على المنشأ مرة تانية، او مثلا عايز اعمل ريفوت للمنشأ بدل ما يكون ديد لايف ممكن ازوده كمان للسيزميك لود او الويند لود. بس تتم عملية تدعيم العمدان والأسقف للمنشآت وفق خطوات معينة يشرف عليها المهندس المختص لضمان إمكانية القيام بالعملية على أكمل وجه دون أي عقبات وتحديات ممكنة. معكم المهندس محمد عادل، شركة الحداد. دلوقتي احنا هنا مسؤولين عن المشروع هنا اللي موجودين فيه. نحن بنعمل أعمال تدعيم للمنشأ الموجود. دلوقتي احنا بنعمل زي ما حضرتك شفته في مع المهندس محمد يتكلم، احنا عندنا اعمال تدعيم، بنعمل زياده للبلاطه الخرسانيه الموجوده، نعمل زياده ليها عن طريق الحديد اللي موجود دلوقتي زي حضرتك شفت كده. وبنعمل برضو اعمال تدعيم الكربون فايبر ده من تحت البلاطه، من تحت من اسفل، وبعد كده بنعمل لها فاير بروتكشن، بنغطي الشرايح فاير بروتكشن عشان لو حصل في المستقبل في حريق او اي حاجه ما ياثرش عليها. دلوقتي احنا عندنا كان اكتر من مرحله، حضرتك شايف عندنا حوالي 1000 متر مربع دلوقتي بنقوم بتغطيته بالكامل لحصول ان في اجزاء فيها ديفليكشن هنا، تمام، وده اللي حدده الديزاينر القسم
القسم الانشائي عندنا قال ان في الاماكن دي فيها ديفليكشن ومحتاجين نحط بيها عوضناها بالكربون فايبر في الاماكن مع زياده سمك البلاطه. ده بعد دراسه اكيد. فدلوقتي احنا دلوقتي مراحل كتيره بتتم في 11 دور.